صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. مشاهدينا النهاردة يوم الاثنين 8 يوليو 2019، وأربعة ذو القعدة 1440. مشاهدينا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. طبعا أولادنا وأطفالنا هم حياتنا كلها، والواحد فعلا بيضحي بحاجات كتيرة جدا، بالذات الأباء، علشان خاطر ولادهم وتعليمهم وحياتهم وسلوكياتهم كمان. النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي إزاي نخلي أولادنا يقدروا يتحملوا المسؤولية، يقدروا ياخدوا قرارات من نفسهم، يقدروا يكون عندهم حياة خاصة بيهم. ده كله في البداية بيحتاج تدريبات، بيحتاج توعية للآباء، بتبقى في نقط معينة ليهم تحمل المسؤولية من ضمن القيم اللي لازم نعلمها لأولادنا. علشان كده هنتكلم النهاردة عن ان احنا ازاي نعلم اولادنا انهم يتحملوا المسؤولية، وامتى ومن سن كام، ودور الاباء ايه في النقطة المهمة دي. لازم نزرع فيهم كمان الاستقلال، ان ازاي يكونوا عندهم استقلالية في كل حاجة خاصة بيهم، يعني ما يعتمدوش على الاباء في كل حاجة، لان ده فيما بعد هيضرهم في حاجات كتيرة جدا. مش هيعرفوا ياخدوا قرارات، مش هيعرفوا يعتمدوا على نفسهم، الحياة وأعبائها ومشاكلها يقدروا يواجهوها بشكل عام. علشان كده مشاهدينا النهاردة هيكون معنا ضيفنا المتميز جدا، الدكتور حسام الدين أمين، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، وإزاي نزرع جوه أولادنا تحمل المسؤولية والاستقلالية. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال. والنهاردة بنتكلم عن ان ازاي نعلم اولادنا ان هم يقدروا يتحملوا المسؤولية ويعتمدوا على نفسهم في كل شيء. طبعا في خطوات وفي تدريبات، ولازم الاباء يبقوا معانا برضو علشان ازاي نزرع فيهم النقطة دي، علشان فيما بعد ما يتعبناش. يعني كل ما تستهتر في تربية ابنك، كل ما متاخدش بالك منه كويس، هو انت اللي بتتعب فيما بعد في الحياة. ما بيقدرش يواجه المشاكل، ما بيقدرش ياخد قرارات في حياته كلها. علشان كده مشاهدينا النهارده هنتكلم عن ازاي نزرع جوه اولادنا تحمل المسؤوليه. ومعانا الدكتور اللي مشرفنا النهارده، الدكتور حسام الدين امين، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك. صباح الخير يا دكتور حسام. صباح النور، اهلا وسهلا، منورنا ومشرفنا كالعاده في صباح الصحه والجمال. اشكركم جدا، يعني اهلا بحضرتك. المواضيع الجميله اللي بتختاروها دي موضوع مهم جدا يا دكتور حسام، لان فعلا احنا بقينا بقى في عصر التطور والتكنولوجيا، والحاجات اللي بتقابلنا كتيره دي بنلاقي فعلا اولادنا مظلومين في النقطه دي. صحيح. وكمان يمكن الاباء ما بيهتموش قوي بنقطه ان انا اخلي ابني ازاي يتحمل المسؤوليه، ازاي يعتمد على نفسه. صحيح. في البدايه دكتور عايزين نعرف مشاهدينا بقى، هل هي بتبقى مكتسبه من الحياه، من الاسره، من المجتمع، ولا بيبقى تحمل المسؤوليه ده منذ الولاده، يعني مولود بيها؟ نفرق لمشاهدين. صحيح، طبعا تحمل المسؤوليه اساسا هو مكتسب. مفيش انسان اساسا، ولو هو اساسا ما اكتسبهاش بيعاني منها طول حياته. لذلك هو لازم يكون بفعل فاعل عشان نقدر الطفل يكتسب الشعور بالمسؤوليه والاعتماد على النفس، لانه الحقيقه هي عباره متكامله، الشعور بالمسؤوليه والاعتماد على النفس. ودي الحقيقه بتبدا من الصغر وبتتزرع، يعني مش هنقدر نحصدها غير لما يكبر. إذا هي البداية، بدايات في الأول خالص في عمره وهو صغير، ودي بتيجي في بدايات الحياة، يعني يبدأ حضرتك من سنتين ونص ثلاثة. لسه هسألك بقى يا دكتور، إزاي نخلي الطفل فعلا نخليه يتحمل المسؤولية من سن كام؟ أوقات الآباء بينسوا وبيسيبهم يدلعوهم لغاية سن 13 سنة كمان. صحيح. تعالي حضرتك نتكلم على الدوافع النفسية
وراء فكرة الأب والأم إن هم أساساً ما يعلموش ابنهم أو ما يعرفوش بمعنى صح إن هم يزرعوا الثقة في الطفل ويخلوه يعتمد على نفسه ويشعر بالمسؤولية. جاية منين؟ جاية من حتة الحب الزائد والخوف عليهم. ده بيخليهم إن هم عايزين يقوموا بدور أكبر من الدور اللي الله سبحانه وتعالى اداه لهم. يعني النهاردة يعتمد عليه، عايزين الطفل يعتمد عليهم في الأكل، في الشرب، في الاختيارات كلها، العب ايه وما تلعبش ايه، روح فين وما تروحش فين، اتعلم تتعرف على اصدقاء احنا نختارهم لك. الله، ايه ده، ايه التدخل الفظيع ده، الفظيع ده في كل حاجه. يعني حضرتك حاجه مش طبيعيه ابدا. بس هو ده يرجع لحاجه اساسيه، وانا قلت اساسا اللي هي الحب الزائد. خايف على اولادي قوي، فبتلاقيني انا بدون وعي فبضطر اعمل كده. هي فعلا الاباء بيخافوا جدا على اولادهم في الاخر، فعلا هو ما بيعرفش يشيل مسؤوليه نفسه، ما بيعرف، بيتكل على باباه ومامته في كل حاجه. صحيح. فدي نقطه يعني خاطئه جدا. ان الاباء بيقعوا فيها في النقطه دي. صحيح. ده حضرتك حاجه كمان خطيره جدا، ان الاب اساسا بيعتبر او الام، الاب والام يعني بيعتبروا ان فكره الطفل ما بيفكرش صح. يعني ما عندوش عقل. حتى انفعالاته بتوها هم بانفعالاتهم هم. يعني الإدارة شبه تعتبر إدارة أب وأم لإلغاء لفكرة الطفل. ودي بداية انهيار الشخصية. يعني شوفي، هي بداية ونهاية. إذا استمرت هذا الموضوع لفترة فتصبح أهمله وأضاعه شخصية الطفل. مشكلة على المستوى البعيد. هنا مش عارف ياخد قراراته بعد كده. هنكتشف حضرتك النهارده ثقته في نفسه بتقل جدا. في مشاكل هتظهر مع الايام. صح. من طواء حتى النهارده ابسط الحاجه، لما يجي اي موقف مشكله اعمل ايه؟ هيلوص. هيجي يدور عليهم، ممكن ما يلاقيهمش. فهنا يحصل المشكله، بيعتمد عليهم فعايز ياخد قرار في حاجه مش موجودين، فتلاقيه كمان سلبي، تلاقيه ما عندوش عدم ثقه بالنفس، مش واثق في نفسه في حاجات كتير. صحيح. طيب دور بقى الاباء هنا يا دكتور، بقى يعملوا ايه مع الاولاد علشان يقدروا يتحملوا المسؤوليه؟ اول حاجه حضرتك في القصه بتاعتنا دي هي الادراك عند الاب والام. الادراك بايه؟ ان هذا الانسان الكائن الحي اللي هو انفصل خالص عن الام، ده اكبر اعظم شيء الانسان ياخد باله منه ان الام تدرك. ودي لازم تتعلم. يعني ما ينفعش حضرتك ايه، ما فيش ام النهارده يجي لها ده وحي كده، لا، لازم يكون ايه، متعلمه. ايه حضرتك بقى؟ ان احنا من بعد السنه الاولى هو كان بيعتمد عليها 100% في الرضاعه، في التغيير، في الاكل، في الشرب، في اي حاجه. مظبوط. يبقى عندها نوع من انواع الذكاء اللي هو ايه بقى، كل ما ابني بيكبر. يعني بيكبر ايه؟ اصل الابن ده ما بيكبرش جسمانيا بس. خدي بال حضرتك، الابن بيكبر في العقل، بيكبر في الجسد، بيكبر في الانفعالات، بيكبر. تخيلي حضرتك. طب هو طول ما بيكبر، حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، هي تقلل الاعتماد عليها والاتكالية عليها. مزبوط. فيصبح النهاردة ايه ذكائها، انها كل ما بيكبر هي تقلل الاعتماد. هنا هتحس بالفرق، تسيبه يعتمد على نفسه في بعض الحاجات، في الحاجات اللي تناسب سنه، اللي تناسب سنه. ولذلك احنا هنكون دقيقين جدا عشان ما نقولش حاجه الناس يقول لك ازاي دي. لا، كل سن حضرتك ليه درجه من درجات الاعتماد. يعني مثلا قلنا من سنتين ونص ثلاثه احنا كنا الاول بنشربه. طب لما يبقى عنده ايدين يقدر يمسك وكده، طب ما يشرب لوحده. طيب ممكن نفتعل حاجات عشان احنا اللي ندفعه انه يعمل كده. زي ايه حضرتك؟ مثلا الابن لما يعطش، خدي بالك الحته دي بقى، واحنا اللي كنا بنقدم له الميه، طب مش اي ما اقدمها له وهو عطشان، يبقى هيعمل ايه؟ يقوم يجيب لي نفسه ميه. اشكرك. مظبوط. خدي بالك، بل يعتمد على نفسه في حته مهمه جدا. طيب احنا النهارده مثلا بنقدم له شوكولاته كل مره بنقدمها، بعد كده مش هنقدمها، فهيعمل ايه؟ هيروح يدور عليها. كل حاجه عايز يعملها طول ما احنا بنكبر. نحاول نقلل ان انا حد اهدالك ببساطه. فانت هتضطر ان انت تشتغل معانا بالايه، بانك تدور معانا، نقلل الاعتماديه. بالظبط كده. كل ما بكبر بقى، تعالي بقى نلاقي حاجات كتير قوي. صح. انت نفسك في حاجه، نفسك في حاجه، في طبيخ، في اي حاجه. طيب ماما النهارده مستتقله، تيجي تقول لك تعالى ساعدني، يبقى اول نقطه دي يجي يساعدك، يبقى النهارده خليته برضو يعتمد معاكي ونحفزه.
هنا بقى حضرتك تعليم الاعتماد على النفس ده يعتمد على حاجة مهمة جدا، ان انا احفز اشجع كلام حلو، طريقة حلوة، اسلوب جميل من الاباء للاطفال. ده مهم جدا ليه؟ علشان يتشجع ويعمل كده ويبقى عنده الجرأة والمبادئة ان انا اقدر اعمل ايه، ان انا النهاردة اطلع ده. حاجة مهمة جدا، ودي انا بقولها للاب والام صراحة، احنا عايزين نعلم الطفل اساسا ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه. ايه اللي بيضيع الثقة في نفس؟ ان احنا ما نديلوش مهام. النهاردة حضرتك بنكتشف حاجات خطيرة جدا، احنا اللي بنختار له لبسه. كويس. اقولك حاجة خطيرة جدا، احنا اللي بنختار له لعبه. طب ده كلام؟ طب تعالي حضرتك بقى نلعب حاجة حتة صغيرة خالص. الطفل لما بيدخل في محل اللعب عشان نيجي نشتري معاه لعب، فنلاقيه ايه، راح عند لعبة ووقف عليها. طيب هل مفيش في المحل غير اللعبة دي؟ قد تكون غالية ولا حاجة. طب نعمل معاه ايه؟ حاجة مهمة جدا نعلم الطفل ان احنا ايه، نشوف البدائل. اعظم حاجة في تعليم الاعتماد على النفس والتفكير وحل المشكلات ان توجدي عند الطفل حاجة اسمها البدائل، وهو يختار لوحده، وهو حتى لو يخليه واثق من نفسه. مظبوط. يعني احنا عايزين بس علشان يا دكتور فيما بعد المشكلة هيواجه حاجات كتير، احنا مش بنتكلم بس في مرحلة الطفولة. صحيح. ده في سن المراهقة كمان هيقابل مشاكل تانية فعلا على تطور العمر ومراحل العمر، فعلا بتقابلنا حاجات كتيرة. فدي مهمة جدا ان الام لازم تسيب فعلا ابنها ان هو يختار، يعتمد على نفسه، التغذية برضو السليمة ليه. صحيح. مظبوط. صحيح. حضرتك تلاحظي حاجة غريبة قوي برضو، ودي نقطة مهمة جدا، احنا ليه حضرتك كأب وأم عايزين ابننا يعمل كل حاجة مثالية وصح 100%؟ دي مشكلة. معلش أنا آسف يعني. ليه بنخاف إن هو لو غلط؟ هقولك سر كبير قوي، مفيش إنسان في الدنيا هيطلع سوي نفسيا إلا إذا خطأ وتعلم من خطأه. نتفق على المبدأ ده؟ نقوله تاني، مش ممكن أبدا الإنسان يقدر يكون سوي ويتعلم إلا إذا تعلم الأخطاء. يعني لازم أغلط وأتعلم. مظبوط. الحياة كلها كده. أنا لما منعه هو يخطأ، طب هيتعلم إزاي؟ وكمان الآباء بيفضلوا يضغطوا على الابن أو على الطفل، حتى كمان في الدراسة، وفي الآخر مثلا في الثانوية العامة تقابلهم مشكلة إن ما جابتش مجموع، زي البنوتة اللي انتحرت الله يرحمها في الثانوية العامة بعد ما جابتش مجموع. ده برضو الآباء زرعوا فيها إن هي مش على قد الثقة، مش قادرة تعتمد على نفسها، في الآخر فعلا بيحصل مشاكل كتيرة في الأسرة فيما بعد. فعلا عدم الثقة بالنفس دي مشكلة كبيرة جدا. صحيح. تعالي حضرتك بصي حته صغيره كده، تعالي نتكلم عليها بصراحه برضو، ودي بتقرق الاطفال قبل الاباء. انت حضرتك اساسا من الصغر بتعملي حاجه غريبه قوي، بتديهم العلم زي ما يكون ضربه في الخلاط. اشربوا. مش فاهم. يعني حضرتك انت النهارده بتقولي لي خد ده، وبعدين تيجي تقولي لي بعد كده فكر. انا مش قادر، يعني مش قادر استوعب انا شخصيا. انا النهارده ما بديش ليه مساحه للطفل ان هو يفكر في المعلومه ويقول رايه فيها. مع احترامي جدا، النهاردة أنا شفت ابني خيبان أو مش فاهم، أجيب له المدرس يديله الخلاصة. الله، في حاجة هنا غلط. فين فترة التفكير؟ فين النهاردة أسيبه يتعب شوية عشان يدور على المعلومة؟ دي في حد ذاتها ثقة في النفس واعتماد على النفس. واسيب له الاختيار برضو يا دكتور حسام. ما افضلش اكبره انت لازم تخش هندسه، لازم تبقى دكتور. ده اختيار اهو. لازم يعتمد على نفسه. الاباء فعلا بتجبرهم على الموضوع والمذاكره بطريقه غير صحيحه خالص. واكد لك حضرتك. طيب. اكد لك ان في معاناه بتتم عند الاطفال دول قدام. طب من هنا يا دكتور بقى نخلي الاباء ازاي يخلوا الاولاد يبقوا واثقين من نفسهم في الطفوله؟ يعني بنبتدي، لان طبعا كل ما تاسس وهم اطفال كل ما ترتاح وانت كبير فعلا ويعتمدوا على نفسهم. صحيح. الحته اللي حضرتك بتساليها ديت في منتهى الاهميه، ولازم الناس تفهم انها تراكميه، يعني ما بتجيش بين يوم وليله. عايز ابني ياخد ثقه في نفسه ويعتمد على نفسه والكلام ده كله ويشعر بالمسؤوليه، ده حضرتك مش قرار. لا، دي عباره عن اجراءات عبر وقت معين. الاجراءات دي عباره عن ايه؟ نبدا كده. النهارده هو الاول يشرب بطريقته. يشوفنا بنشرب ازاي هيشرب. بناكل ازاي هناكل. نخليه يساعد لكن نسقف ونشجع. لما يجي يختار هدومه نبقى معاه. هو هيختار حاجات قد تكون مش مناسبه. نعمل ايه؟ نديله اوبشنز.
يعني اختيارات، ما نجبرهوش على التصحيح. خدي بال حضرتك بقى، عايزه ده بقى السنس بتاع التعليم الصح. ان انت النهارده لما ابنك يجي يغلط ما تقوليلوش لا، وما نقول له ايه؟ نقول له نعرض عليه البدائل، شوف العظمه، شوف الفن، انا بسميها فن ومهارات التعامل في التكوين ده. هو اختار حاجه انت تقولي له يا لا، ايه الكلام الفارغ ده؟ طب ما تعملي حاجه، اعرضي شويه حاجات تانية بقى، حاجات انت بتحب يعني انت بتحبيها وبابا بيحبها مثلا، وتديها له اوبشنز وتقول له يعني اختار. فهو يبتدي ايه، هو اللي كان محدده هيبدا يشوف اختيارات فياخد. اذا اول تحريك ان مفيش حاجه اسمها يا لا، يا يس يا نو كده لا. وكمان دايما الطفل بيقلد باباه ومامته، يعني مثلا خارجين يقعد يعيط، يروح بقى فاهم ان في شوز وفي شراب وفي حركات بيعملها قبل الخروج، بيبقى في لبس معين. صحيح. طب دكتور معانا ام شيماء، هناخدها معانا. اهلا، صباح الخير ام شيماء من الفيوم، اهلا بيكي. الو، طيب تابعينا تاني يا ام شيماء واهلا بيكي. طيب يا دكتور، فعلا احنا لازم نديهم اوبشن في الاختيار، يختاروا كويس. طيب من هنا يا دكتور بقى كمان عايزين نعرف برضو مشاهدينا، تحمل المسؤولية برضو مش سهل. صحيح. وكمان مش سهل على الاباء خالص. صحيح. فنبني ولادنا ازاي من طفلتهم في النقطة دي؟ بص حضرتك، احنا عندنا كلمة المسؤولية يعني الواجبات، وفي قدامها الحقوق، مش ممكن اخد حق بدون واجب. طيب لازم نعرف النهارده الواجبات دي تجاه مين. خدي بال حضرتك، يعني انا النهارده انا الانسان بيبقى مسؤول من اول ما يدرك. مسؤول قدام مين؟ اولا اول مسؤوليه هتبقى في الكون ده كله من الحياه قدام ربنا. مسؤوليتي تجاه اسرتي، ازاي اساعدها، ازاي نعلمه يساعد بابا وماما، ودي حته مهمه جدا. واحنا على فكره خدي بال حضرتك، احنا بنسيب الفرصه للابن يشتغل، بس نديله فرصه ان احنا نساعده. ده لازم. دي حته مهمه جدا. مهمه جدا. والعكس خدي بال حضرتك بقى، ان هو النهارده ايه، احنا انا النهارده بشتغل شغلانه، فانا هعمل ايه؟ هطلب المساعده. اهم نقطه في تعليم الطفل المسؤوليه ان انا اقول له انا مش عارف عايزك تساعدني. تخيلي اللفظ ده بيعمل ايه عند الطفل؟ يبقى مبسوط جدا. يدوب الايه، الجموديه، ويحسس بالشخصيه. يا فلان تعالى ساعدني في دي. اللحظه دي لحظه سعاده ان هو بقى له دور، والمشاركه دي حلوه قوي. ما تتخيليش. طب ناخد معانا ام شيماء يا دكتور حسام. اهلا بيكي، صباح الخير يا ام شيماء من الفيوم. صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح الصحه والجمال على عيونك. صباح الجمال والفل يا ام شيماء، يا رب دايما تكوني بصحه وسعاده. انا بحيي حضرتك على البرنامج الرائع ده، وتحياتي لجميع العاملين بالقناه وجميع المشاهدين، وبرحب بسياده المستشار حسام الدين على قناه الصحه والجمال. بشكرك. القناه جميله. اهلا بيكي يا حبيبتي، بنشكرك على المتابعه. بشكر سيادة المستشار على المعلومات القيمة المفيدة، وأنا بس عايزة أقول إن أطفالنا زي الزرعة اللي بنزرعها ونرويها كل يوم، ولازم نعرف إن تربيتنا لأولادنا بتعود علينا في الآخر، لو ربناهم صح بيعود علينا، ولو ربناهم غلط بيعود علينا. صحيح. وأنا آسفة للإطالة. أهلاً صح يا أم شيماء، مفيش أي سؤال ليكي؟ مرسي جدا على المداخلة الجميلة دي يا أم شيماء، وكلامك جميل فعلا، مرسي جدا. زي الزرعة فعلا أطفالنا زي طبعا. الزرعة كل ما بتسقيها وتهتمي بيها. صحيح. كل ما بتلاقي الحصاد في الآخر جميل وشكلها جميل فعلا. صحيح. سواء صحيح. مبادئ أو قيم أو أخلاق أو سلوكيات أو كل حاجة بتفرق علينا احنا كمان في أول، وبنرتاح يا دكتور. يعني عارف يعني خلاص بقى في سن الواحد لازم يرتاح فيه. طيب معانا أم عبد الله، صباح الخير. ألو. اهلا بيكي يا ام عبد الله. لو سمحتي ممكن اكمل الاستاذ؟ اتفضلي، الدكتور حسام مع حضرتك. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي عبد الله ابني عنده 3 سنين، بيريل كتير من ساعه ما اتولد، هو بيريل كتير قوي. بيريل كتير يا دكتور؟ من اول ما اتولد هو عنده 3 سنين. وهو راح الحضانه لسه اول الشهر ده اوله. ما بيعرفش يمسك القلم، بعلمه يمسك القلم، بقول لا انت امسكي ايدي، يعني هو اتعلم، والابله في الحضانه علمته لا امسكي ايدي. لا ما انا هقول لك على حاجه. كده بيرعش بدماغه. لا ما انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. ايوه. من 3 سنين ما نعلموش يمسك بالقلم خالص. مش هو ده السن اللي يمسك القلم خالص. لسه. مش ده السن؟ مش ده السن خالص. احنا بنتسرع ليه؟ احنا ندي كل شيء حقه. كل حاجة في وقتها. لا يقل مسك القلم عن سن 5 سنين.
مش 3 سنين. ودي نقطه مهمه. والقلم كمان ايه ده هيشخبط. يعني احنا لسه ما نقدرش نكلفه بالكتابه خالص. ايوه بيقعد يشخبط. مفيش هنا قوه تحكم في القلم. طب بيستوعب معاكي في المدرسه؟ أهم بيعرف حاجة بقى الالوان، الاسماء، الحيوانات. هي المشكله معاه في ايه بالظبط غير ان هو يليل يعني؟ لا انا ما يعرفش يعني، بعد انا اقول له الف باء فين الالف وفين الباء، يعني بنقعد نقول له كتير ما هوش عارف دي لا ده انا عايز اقول لك على حاجه بقى. لا ثانيه واحده بقى، بعد اذن حضرتك هضطر هقول لك القرارات النهائيه في القصه دي. لا تعلميه ولا اي حاجه خالص، السن من 3 ل 5 لازم يلعب بس حضرتك. من سن 3 سنين ل 5 سنين يلعب كل حاجه فيها لعب، هي اللي هتكون قدراته على الذهنيه وعلى كل حاجه. من 3 ل 5 لعب بس مش تعليم خالص. حتى الادراك والوعي هيتم من خلال اللعب. خدي بال حضرتك في العالم كله احنا بنعمل حاجتين باللعب، بنكون القيم والمبادئ باللعب، نمرة 2 بعد كده بنعالج باللعب. صح يا دكتور صح. فخدي بالك هو ده سن اللعب، ما تحرمهوش. هو ده العظمة في حتة التفكير، في حتة الإدراك، في حتة التعامل مع الآخرين، اكتساب القيم والمبادئ، كله من خلال اللعب. شكرا يا أم عبد الله وتابعينا. فعلا يا دكتور يعني صعب بقى جدا ان الطفل يمسك القلم من 3 سنين لا يا فندم ما ينفعش. احنا حضرتك شوفي احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نقفز. مش صح. مش يعني مش منتظرين التربيه وتكنيكس اكتساب القيم والحاجات دي كلها ليه اصوله. يعني انا اعتقد الام عبد الله ده اجتهاد وليس عن علم. اذا ضروري جدا واحنا بنتعامل مع الطفل والتربيه ان احنا نعرف ما هي حضرتك الاحتياجات النفسية والسلوكية للطفل خلال المراحل العمرية. مظبوط يا دكتور. وكل مرحلة هي حاجة. بس أم عبد الله رجعت تاني عايزة تستفسر عن حاجة. أهلا بيك يا أم عبد الله. أهلا معاكي دكتور حسام معاكي. كنت عاوزة أسأل الدكتور إن أنا لما باجي أضربه دماغه بترعش. طب مرعوب. هو في حد يضرب طفل؟ استني بس معايا. عايز أقول لك على حاجة، انت مش من حقك تضربي الطفل طول عمره، لا هو صغير ولا كبير ولا حاجه خالص. وعقاب الضرب ده خوف ولا يمكن يكسبه اي معلومه. بالعكس. بالعكس. خدي بالك دي عدم ثقه. اوعي في حياتك حضرتك ان بيريل كتير قوي. ايه بالنسبه للرياله هو بيريل كتير قوي. ليه حق والله. يمكن خايف عشان بتضربيه ام عبد الله. رعب يا في وسائل تانيه عقاب. ما بتضربش بيريل ايه بتضرب ما بتضربش. خدي بال حضرتك انا اسف، التريل ده قد يكون ليه سبب عضوي. يعني حاجه جسمانيه لازم يروح لدكتور بطنه عشان يحدد ده. انما عندنا حاجه هتبقى خفيه مش هتظهر لك ولا يعرف مبادئها غير ان هو خوف. صح. خوف وقلق من 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 ام. الام دي في السن ده هي منبع الحنان والحب والمشاعر والاحاسيس. لما يلاقي المنبع دوت بقى كده ازاي يطمن؟ ازاي تتبني عنده ثقه؟ في وسائل عقاب تانية يا ام عبد الله ممكن تتابعيها معاه، يعني ممكن ما تجيبلهوش لعبه، ممكن تحرمه منه اللعب. صح يا دكتور؟ لكن ضرب لا طبعا يا ام عبد الله. وتابعينا يا حبيبتي تابعينا. شكرا يا ام عبد الله ميرسي جدا. طبعا يا دكتور موضوع الضرب ده مشكله كبيره جدا، بيولد للطفل يعني حاجات كتيره. الضرب هو عجز فيما بعد. خدي بال حضرتك عجز الاب والام على انه يعرف يربي بيضطر يعمل ايه؟ بيتخانق. مش فاهم، مش مدرك، فيعمل ايه؟ مش طايق فيروح ضارب. دي عمليه خطيره جدا. مظبوط يا دكتور حسام. طيب لازم يبقى فيه طبعا تحكم وسيطره من الاب والام على الاولاد. ان هم جدا عند الاب والام اسمها مهاره الاقناع والتاثير. فين؟ لازم يتعلموها. احنا بقى بقينا نستسهل، اذا الطفل ما عملش حاجه بنعاقبه على طول، وممكن ده ياثر فعلا على جسمه. وهي بتقول ممكن على نفسه وعلى الجسم كمان يا دكتور. طبعا. راسه بتترعش مش عارفه، ممكن ايديه يعني بقى. فدي طبعا حاجات احنا رافضينها تماما، الضرب طبعا للاطفال. طيب يا دكتور هنتكلم بقى عن تحمل المسؤوليه. نكملها بقى مع بعض. تحمل المسؤوليه حضرتك بيجي درجات. اول حاجه انه يعني طبعا انا عندي الاسره هي المناخ الاساسي جوه البيت، فاصبح النهارده بذور تعليم المسؤوليه جوه البيت والمشاركه. وانا الحقيقه بنادي بالمشاركه. المشاركه ليه؟ لازم ابين للطفل احتياجي ليه. فانا عايزه يساعدني في كل حاجه. اجي اعمل حاجه اروح ناديه،
وابين له واشكره واسقف له واهديه. هنا هيبقى له، هيظهر له، شوفي من ثلاث سنين هنا هيبقى له دور حضرتك في ايه؟ في ان هو هيحس ان هو مش ضيف. يعني بابا وماما دايما بيدوا قرارات، لما انا اشارك يبقى انا واحد من البيت. على فكره ده احساس خطير جدا. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، الاحساس ده طول ما الابن بيكبر جوه البيت بيحس ان هو كيان احد الناس المهمين جدا جوه البيت نتيجه ايه؟ مشاركته. تتبني المسؤوليه ازاي؟ لما احنا نعتمد عليه ونرمي له ده فيبدا يدهولنا. هنا حضرتك هتكتشف حاجه غريبه قوي، يعني مثلا الام مثلا وهي داخله المطبخ مش بتعمل الاكل كويس، البنت كل يوم تاكل معظم الوقت تاكل نفس الاكل بنفس الشكل، هتطلب من بنتها مساعديني تعالي ساعديني، مشاركه هنا بقى حاجه جديده بالزبط. البنت هتفكر وتيجي اربع خمس سنين فتيجي تطرح على والدتها حاجات لما تدخل المطبخ بتشم الروائح الاكل والكلام ده كله، فبيزود قدرتها على الادراك في عمليه الحس بتاعت الشم. مظبوط. وتقدر تساعدها وهكذا. دي البنت جول الاب نازل يعمل حاجه في العربيه ياخد ابنه معاه يساعده في حاجات، هات لي ده يشيل مسؤوليه شويه عن باباه. بالظبط. طب يا دكتور من هنا ممكن نقول ان في اسباب بتؤدي الى فعلا عدم التحمل المسؤوليه؟ يعني اسباب لعدم التحمل طبعا هي لا مبالاه الاب والام والخوف عليهم الدائم، ده اساسي. لان هو ده اللي حضرتك بيعمل ايه؟ بيمنع نمو الاحساس والشعور. اصل على فكره الاعتماد على النفس والشعور وشوفي بيقول لك هو الشعور بالمسؤوليه او تحمل المسؤوليه، هو ده احساس وشعور بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه الاحداث اللي بتتم حواليا من الاسره ومن المجتمع. لا المجتمع الحقيقه ده درجه تانية، لان هو انا النهارده لو ما اتظبطتش جوه البيت فهخرج في المجتمع اخبط. المجتمع هو منتظر مني حاجه، منتظر مني المشاركه، يعني التربيه والتدريب وكل حاجه فين؟ في الاسره، في الاول في الاسره. بيخرج واخد القيم دي فيتعامل مع المجتمع عشان يقابلها فيما بعد وعشان يحتك بيهم طبعا. دكتور حسام بشكرك، الوقت بيعدي بسرعه طبعا وهو موضوع جميل جدا وفي تليفونات كتيره. بشكرك جدا دكتور حسام، وان شاء الله نكمل مع بعض الحوار وكمان نكمل على الحوار بقى المراهقين، ده موضوع كبير جدا. اهلا وسهلا، بشكرك جدا دكتور حسام الدين امين استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك. بشكرك جدا. شكرا جدا والله. يا مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكم. طبعا أطفالنا النهاردة هم رجال بكرة، هم شباب بكرة، فإحنا لازم نزرع فيهم القيم والمبادئ والأخلاق وتحمل المسؤولية كمان. مشاهدينا يا رب تكون الحلقة عجبتكم. طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهاردة دكتور حسام الدين أمين استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير.